الأدب العربي في كلية الأدب، وهو الدوايان للأدب العربي. نشأت على يده مدرسة، مدرسة طه حسيني. أنا لا أتكلم عن طه حسين كطه حسين، قيل لي بأن في آخر حياته تاب، ومن تاب تاب الله عليه يدبر أحواله. أنا أتكلم في جانب آخر، وهو أن العمل في يد اليهود والنصارى يحاولون أن يزرعوا في بلاد المسلمين قنابل مزروعة تتفجر من حين إلى آخر، لئلا يبقى للمسلمين قوة يعتدون بها، أو يبقى للمسلمين ما يتمكنون به أن يستردوا الأنفاس ويسترجعوا ما ضاع منهم. نحن أمة كما قلت، أمة الشهادة لتكونوا شهداء على الناس، وأمة الوسط لتكونوا أمة وسطة، وأمة الجد، الأمة التي تستطيع أن تعطي للناس وتكمل نقصهم عن طريق الدعوة الصادقة، الدعوة الأصيلة التي سقطت إلى جانبها كل الدعوات التي أرادت أن تجتثها أو تمتصها أو تقوم إلى جانبها، مثل الطفيليات أو الطحالب الفكرية أو بعض الفقاقيع التي تنشأ هناك وهنالك، لئلا يقوم للإسلام قائمة. والإسلام في ربوعنا وفي بلادنا بذوره أنتم، صدقوني، بذوره أنتم على مستوى مسؤولية أو على مستوى طالب علم أو على مستوى موظف أو على مستوى عالم، المسؤولية أنتم لها، وأنتم الذين تعتبرون البذرة الأساسية لقيام الأمة الإسلامية المنشودة. لكن هذه المسؤولية التي نتكلم عنها جاء في بعض البلاد الإسلامية بعض نواسفها التي تنسفها وتقضي عليها، خصوصا عندما أصبح كل منا يغني ليلاه، وليلى لا تقر بذاك، كل منا يحاول أن ينسف ما بناه غيره، ويحاول أن يقلص من ظل الآخرين. والإسلام يقول لنا في محكم التنزيل: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، ويقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم ضيفية. ها؟ ضيفية؟ لا لا لا، ضيفية. وهارنا قبائل شاوية هكذا. والله من دعا بهذا فإنه دعا بدعوى الجاهلية، لأن الله عز وجل يقول: إلا وأنتم مسلمون. تأتي يوم القيامة فتخرج بطاقة التعريف في الدنيا، بطاقة تعريف محفوظ، نحن جزائري الجنسية زيد في العام الفلاني، ما نقولكم مش العام زيد في العام الفلاني زيد العام الفلاني جزائري، قال جزء الإدارة الفلانية، الإدارة الفلانية. يوم القيامة عندما تأتي هذه البطاقة نيلي، واش هي البطاقة؟ بطاقة الإيمان، بطاقة لا إله إلا الله محمد رسول الله. والله لا ينفعك مال ولا بنون، ولا ينفعك شهادة، ولا ينفعك رزق، ولا تنفعك نجوم، ولا كرسي، ولا جاه، ولا منصب، ولا دبلوم، إلا كلمة لا إله إلا محمد رسول الله فقط. في الدنيا كاردان ديتين باسبور صح إذا راه عندك، في الآخرة باسبورك وبطاقة تعريفك لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذا نحن منطلقون الآن في هذا الظرف بالذات أن تنطلق تأصيلا من الإسلام ومن قولك لا إله إلا الله. والله يا إخواني يحزنني أن يأتي رجل جزائري، للأسف الشديد جزائري لا يقر بجزائريته،
ولا يعترف بعروبته ولا بإسلامه. يقول هذه الكلمة الخبيثة النتنة الجاهلية: أنا ضد الجزائر العربية الإسلامية. من قالها؟ كاتب ياسين في جريدة لوموند. أنا، يقول في عنوان ضخم كبير: أنا ضد الجزائر العربية الإسلامية. يا خويا هاك الباسبور، نسمحوا الباسبور، اخرج علينا، روح نجي واحد أخرى. الجزائر مسلمة حبيت ولا كرهت، أما أن تسبني في عقر داري وبين المسلمين وبين بذرة الإيمان التي أطمح في أن تكون يوم من الأيام حاملة لواء الأمة الإسلامية، تقول لي أنا ضد الجزائر العربية الإسلامية، تأكل الغلة وتسب الملة، تحشمش، عيب كبير. ثم ينحي باللائمة الإسلام، يقول إن الإسلام هو الدين الذي يقف في طريقنا حجر عثرة، ويقول عن المسلمين وعنكم أنتم وعنا جميعا: إن المسلمين والدعاة إلى الله هم الذين يعرقلون مسيرة الدعوة البربرية، لعنة الله على الكافرين. نحن أمة الإسلام، نحن أمة الإسلام بنص القرآن، ونحن أمة الإسلام بنص القانون الوضعي. حتى الميثاق والدستور يقول الإسلام، الشعب الجزائري شعب مسلم. بن بادي